انا طلع لي حساسيه مكان السلسله او مكان الحلق او مكان الخاتم، ايه المشكله فين؟ طيب انا حتى لو لبست ذهب وفضه ساعات بيطلع الحساسيه اللي بتطلع عاده من معدن النيكل، بتطلع من الاكسسوارز. طيب هي ممكن تطلع من الذهب والفضه؟ اه، لان الذهب والفضه اصلا بيصنعوا في شكل سبائك اللي هي ذهب وفضه ومعاهم معادن اخرى، بالتالي النيكل ساعات بيدخل في ده. النيكل بيدخل كمان في بعض الحاجات اللي بنستخدمها زي الحنفيات والحاجات المنزليه. لو ظهر لي حساسيه مكان الساعه، مكان السلسله، مكان الخاتم، بعرف على طول ان ده غالبا الماده المسببه بشكل مباشر في الحساسيه هي النيكل. بتجنب استخدام اي حاجه فيها نيكل، بتجنب الاكسسوارات، بتجنب بعض انواع الحاجات اللي فيها ذهب وفضه لو سببت لي حساسيه، لان انا عمري ما هعرف الذهب ده فيه نيكل ولا لا. الحاجه الاخيره بتجنب الماكولات اللي فيها نيكل، لان انا بدام في مره حصل لي حساسيه من الساعه، كل مره هاكل اكل فيه نيكل الجزء اللي تحسس هيتحسس تاني للنيكل اللي موجود في الاكل. هو النيكل موجود في ايه في الاكل؟ موجود في الصويا، في كل منتجات الصويا اللي هي بتدخل برضو في تصنيع الهامبرجر، موجود في التين، فاكهه التين، بعض المكسرات زي الكاشو جواها نيكل، المحار فيه نيكل، واخيرا الحنطه السوداء في بعض الجنسيات بتستخدمها احنا ما بنستخدمهاش اللي هي الباكويت، كل دول فيهم نيكل لازم اتجنبهم ما دام عندي حساسيه من النيكل.